شريعة، بأي دين، بأي دولة يا سيد حسن. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل. الحادث حادث كان فردي، وسأعالجه بالسياسة باتصالاتي المحلية والإقليمية. الشيخ نعيم حسن يدعو في الاجتماع المذهبي الدرزي إلى تحمل المسؤوليات التاريخية وجنبلاط، يؤكد أن حادثة قلب لوزة فردية وسيعالجها بالاتصالات. قاتلان في وادي خالد برصاص كتائب الأسد. الفصائل الجنوبية تواصل هجومها على مطار الثعلة، وطائرات النظام تغير بعنف على محيطه. صباح الخير. لا تزال ارتدادات الإشكال الذي حصل بين النصرة وأهالي في قلب لوزة في ريف إدلب في سوريا تشغل اللبنانيين، وكان البارز أمس ما صدر من دار الموحدين الدروز من دعوات لمواجهة الأصوات المشبوهة ومشاريع التفتيت التي يتلاقى عند تأجيج منابعها الدموية النظامان السوري والصهيوني، وفق ما نبه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في الكلمة التي ألقاها إثر اجتماع المجلس المذهبي الدرزي في دار الطائفة. قلب لوزة السورية والحادث الذي أدى إلى مقتل عدد من الدروز على يد مسلحين من جبهة النصرة كان محور الاجتماع الاستثنائي للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الذي حضره النائب وليد جنبلاط وعدد من الشخصيات السياسية والقيادات الروحية من دار الطائفة الدرزية. جنبلاط استنكر الحادث واستنكر معه قصف النظام السوري المتواصل على الشعب السوري منذ 4 سنوات، مشددا على أن ما حصل هو حادث فردي. الحادث كان فردي، وسأعالجه بالسياسة باتصالاتي المحلية والإقليمية. مأساة كبيرة صحيح، لكن أي تفكير أو أي هيجان من قبل أي أحد هنا أو في سوريا يعرض دروز سورية يعرضهم بدون فائدة. فلنعالج الأمور بهدوء. المعالجة السياسية تستوجب الاتصال بالقوى الإقليمية المحيطة، ما سأفعله فيما يتعلق بشمال سوريا. جنبلاط الذي قال إن النظام السوري لا يهمه سوريا وإنه أخذ العلويين إلى الهلاك دعا إلى حل سياسي عبر توافق إقليمي دولي. إنني من الأوائل الذين قالوا ويقولون بالحل السياسي في سوريا. كيف يكون الحل السياسي في سوريا؟ لا يكون الحل السياسي في سوريا إلا على أساس توافق دولي وإقليمي، أي أمريكي، روسي، تركي، إيراني، سعودي إلى آخره، لإخراج بشار الأسد نهائيا من الحكم والإبقاء على المؤسسات. أعيد، لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي بوجود بشار. لن يكون هناك حل سياسي بوجود بشار. مستقبل العرب الدروز السوريين هو مع المصالحة وعقد الراية والتآلف مع أهل حوران. هذه العلاقات التاريخية القديمة. من هناك انطلقت ثورة جبل العرب آنذاك بقيادة سلطان أطرش مع أهل حوران. لا مفر من المصالحة مع أهل حوران. وشدد جنبلاط على أنه من المهم الحفاظ على الاستقرار في لبنان والتمسك بالشرعية اللبنانية. إننا نقف بصمت وألم وتعاطف ومشاركة مع أهلنا هناك، مترحمين على الشهداء الأبرار، متضامنين مع عوائلهم، متكاتفين مع أهلنا في الشمال السوري، ضاغطين بقبضاتنا الصلبة على الجرح لوقف النزيف. وشدد حسن على ضرورة الصبر والحكمة في معالجة ما حصل. أفاد ناشطون سوريون تلفزيون مستقبل أن اتفاقا حصل في ريف إدلب أسفر عن تسليم كل المناطق الدرزية هناك إلى مقاتلي المعارضة وإلى إخراج كل المقاتلين الغرباء عنها. توالت ارتدادات الجريمة التي حصلت في بلدة قلب لوزة في جبل السماق غربي محافظة إدلب السورية، والتي أدت إلى مقتل 20 درزيا من قبل عناصر من جبهة النصرة.
القيادة المشتركة للجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر أصدرت بيانا دانت فيه محاولات النظام الآثمة لزرع الفتنة بين أطياف المجتمع السوري بهدف إشعال فتيل التوتر الطائفي، خصوصا بعد الهزائم التي يتعرض لها النظام مؤخرا على جبهات الجنوب السوري. وأعلنت القيادة المشتركة استعدادها للقيام بدور فعال لحماية القرى الدرزية في محافظة إدلب كخطوة إضافية على طريق حماية التنوع السوري. بريف إدلب بالقرى الدرزية صحيح صار في اتفاق أو صار في تدخل من أكثر من طرف من الائتلاف السوري ومن فصائل العسكرية موجودة هناك معارضة بالدرجة الأولى أحرار الشام، وكان في اتصالات سياسيين لبنانيين رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، واسفرت انه تم الاتفاق على انه هاي المنطقه كل المناطق الدرزيه بريف ادلب تتسلم لمقاتلين سوريين ويتم اخراج جبهه النصره الغرباء الاجانب من هاي المناطق. وفي السويداء طالب شيوخ السويداء في بيان أصدروه في أعقاب الأحداث التي تشهدها المنطقة باعتقال رئيس فرع الأمن العسكري فيها وفيق ناصر ومحاسبته على مخططات الفتنة التي يقوم بها ويعمل على تأجيجها، وفقا للبيان الذي حمل مسؤولية ما يجري من عمليات إرهابية وإطلاق قذائف هاون على السويداء للجنة الأمنية التابعة لشبيحة الأسد في المحافظة. نظام فشل بأنه يقنع دروز بمواجهة الجبهة الجنوبية، فصائل الجبهة الجنوبية في معركة مطار التعلي العسكري، فانتقل لمسألة القصف بالهون بمحاولة لاتهام الفصائل الجبهة أنه هي اللي عم تقصف على الأحياء المدنية في السويداء. هذا وتستمر الاتصالات والمساعي لتحييد الدروز عن أي صراعات دموية قد تنشب مستقبلاً. تواصلت المواقف المنددة بجريمة قلبلوزة والتي اعتبرت معظمها أنها جريمة تخدم بوضوح سياسة النظام الأمني السوري وأهدافه. طلب رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة فصائل الثورة السورية بإدانة جريمة قلبلوزة وبإعلان الموقف القومي المناسب في مواجهة محاولات إشعال الفتنة في منطقة السويداء وسوريا بشكل عام. واعتبر السنيور أن هذه الجريمة تخدم بوضوح سياسة وأهداف النظام الأمني السوري الذي عمل منذ بداية الثورة على استحضار ما يساعد على تأجيج الفتن الداخلية وعلى الترويج إلى أنه ليس هناك من ثورة في سوريا بل تحركات لمجموعات متطرفة إرهابية. من جهته أكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكالي بعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي أن لبنان والمنطقة بأمس الحاجة للاعتدال في هذه المرحلة بالذات. من هذه المطرانية، من مطرانية الروم للأرثوذكس في بيروت، أود أن أعزي الطائفة الدرزية بما بالمجزرة التي أصابت أخواننا الدروز في إدلب في سوريا. الجميع يحاول أن يدخل الجميع في مواضيع الإرهاب الذي هي خطر على كل لبنان وعلى كل المنطقة. نتمنى أن تبقى بعيدة عن أراضينا، لأننا في لبنان نحن مع الاعتدال ومع التعايش ومع جميع الأطراف أن يعيشوا في هذا البلد بمحبة ومودة. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني نائب طلال إرسلان حذر كل من يحاول الاعتداء على جبل العربي في سوريا. كل تحريض مذهبي أو طائفي من خلفية مذهبية أو طائفية هو تحريض لسفك دماء الدروز وتحريض لسفك دماء المسلمين، لأنه بالمال العربي عم تندبح سوريا، بالمال العربي عم يندبحوا الدروز. الدروز ما عندهم مشكلة مع المحيط على الإطلاق. الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من أذار استنكرت الجريمة البشعة في قلبلوزة وأكدت أنها تصب في مصلحة الإرهاب والعنف والفوضى ومصلحة النظام السوري وداعميه السعين لإزكاء الفتن المذهبية وهدفين لزرع الخوف في نفوس المواطنين الأبرياء لأي طائفة انتموا. يزور رئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس فؤاد السنيورة على رأس وفد من الكتلة، يزور كليمنسو للإعراب عن التضامن مع جنبلاط
ومواقفه الوطنية في مواجهة مستجدات الأحداث، في حين قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي أجرى اتصال تضامن وتعزية برئيس الاشتراكي، كما في كل المفاصل الخطرة يطل وليد جملاط لاتخاذ الموقف الوطني الكبير في وقت يعول كل النسيج العربي على موقفه لامتصاص آثار الجريمة النكراء التي حصلت في إدلب كما قال. أمنيا، أوقف الجيش اللبناني عند حاجز اللبوة عرسال المدعو أحمد الأطرش والملقب بنسر عرسال، المطلوب بجرم القيام بأعمال إرهابية وللاشتباه بانتمائه إلى المجموعات الإرهابية المتمركزة في جرود البلدة، بحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه، وتم تسليم الموقوف إلى المرجع المختص وبشر التحقيق. ضمن اعتداءاتها المتكررة، أطلقت كتائب الأسد النار على المواطن خالد أحمد العويشي وعلى ابن خاله السوري الجنسية فادي الأحمد في منطقة وادي خالد. رئيس بلدية المنطقة فادي الأسعد نفى أي تسلل عبر الحدود، مشيرا إلى أن الشابين هما مزارعان كانا يعملان بالبيوت البلاستيكية في الأراضي المتداخلة، وقد تمت تصفيتهما على الأراضي السورية بإطلاق النار من داخل الأراضي اللبنانية في أثناء عودتهما من العمل، وقد جرى سحب الجثتين ونقلهما إلى المستشفى. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل. الذكرى الثامنة لاستشهاد النائب وليد عيد ونجله. نواصل تقديم النشرة. نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يصر على عودة الحكومة إلى الاجتماع والإنتاج، مشددا في هذا المجال على وجوب أعطاء المجال للاتصالات والمشاورات الجارية، لكن على ألا يطول الأمر كثيرا لحسم الموضوع. ولفت الزوار إلى أن بري يؤكد عزمه على تغطية ميثاقية الحكومة من جانب المكون الشيعي في سبيل تمكينها من العودة إلى دائرة العمل والإنتاجية، كما يبدي إصرارا على فتح دورة استثنائية في المجلس النيابي لبت قضايا تشريعية ملحة لم تعد تحتمل التأجيل، علما أن ذلك يحتاج إلى وجود حكومة فاعلة وغير مكبلة لمواكبة العمل التشريعي. صحيفة المستقبل نقلت عن أوساط وزارية أنها تلقت خلال الساعات الأخيرة إشارات حلحلة من قبل وزراء حركة أمل وحزب الله، مفادها أن الحكومة في طريقها إلى العودة للاجتماع والعمل وفق جدول أعمال عادي في غضون أسبوعين، معربة عن اعتقادها بأن وزراء التيار الوطني الحر لابد وأنهم سيقتنعون في نهاية المطاف بأن أكثرية أعضاء مجلس الوزراء تعارض طرح موضوع التعيينات بندا وحيدا على طاولة المجلس في هذه المرحلة. حزب الكتائب يفتتح أعمال مؤتمره 30، ورئيس أمين الجميل يعلن عن نقل الأمانة في قيادة الحزب ويحذر من الفراغ في الرئاسة ومن تعطيل عمل الحكومة. في خطاب توج بإعلان نقل الأمانة إلى من يختاره حزب الكتائب لقيادته يوم الأحد، أكد الرئيس أمين الجميل أن مصادرة قرار الحرب والسلم وسلب دور الجيش والقوى الأمنية هي مسألة تشكل خروجا على كل مفهوم الدولة وتضرب قواعد الاشتباك، وحذر من الفراغ داعيا الجميع إلى النهوض نحو عنوان واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية. كلام الجميل جاء خلال افتتاح أعمال المؤتمر العام 30 بحضور ممثل الرئيسين نبيه بري وتمام سلام، وزير البيئة محمد المشنوق والنائب أحمد فتفت ممثلا رئيس تيار المستقبل، الرئيس سعد الحريري وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية وأعضاء الحزب. فأي وطن قادر أن يستمر برأس مبتور وأعضاء مشلولة؟ نحتمي بالمسيحيين قولا ونغرقهم في المآسي فعلا، ندعي حماية الوطن ونورطه في أخطر المغامرات القاتلة العبثية، نزعم دعم الجيش ونسلبه حق الدفاع عن لبنان ونشكك بقيادته. إنها منظومة عبثية ترهق لبنان وترهن سيادته وتعرض كيانه لشتى أنواع المخاطر، فإلى متى يستمر هذا الانتحار؟ الرئيس الجميل شجب العمل الجبان الذي استهدف الدروز في قلب لوزة السورية، وأعلن تضامنه الكامل مع طائفة الموحدين الدروز وقياداتها الروحية والزمنية. التقى وفد من حزب القوات اللبنانية موفدا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع النواب والشخصيات المسيحية المستقلين في 14 من أذار في مكتب وزير الاتصالات بطرس حرب في الحزمية، وسلمه نسخة عن ورقة إعلان نيات بين القوات والتيار الوطني الحر. غني عن القول انه
الكل في لبنان وخاصة في قوى 14 أدار بيشجعوا الحوار للوصول إلى حلول وطنية، وأنه هذا الحوار يحظى بتأييد حلفائنا، خاصة وأنه خرج بورقة إعلان نوايا تجسد كل مبادئ نضال قوى 14 أدار على مدى السنين المنصرمة، وتؤكد على المرجعيات الأساسية بحياتنا السياسية اللي هي الدستور اللبناني، اتفاق الطائف والتعديلات اللي أدخلها على الدستور اللبناني، مرجعية الدولة، ضرورة انتظام عمل المؤسسات، عدم القبول باستمرار الشغور بسدة الرئاسة. أنا رحبنا بهذا التقارب، رحبنا بمضمون ورقة إعلان النوايا، وبالتالي طلبنا أنه أن تكون هذه خطوة أولى على طريق طويلة نقدر نرجع نجمع حالنا على الثوابت الوطنية والمسيحية اللي طبعا بتدعي لاحترام سيادة لبنان، اللي هي بتدعي أنه يكون نعترف ونتعامل على أساس في دولة واحدة شرعية، في قوى أمن واحدة شرعية، في جيش لبناني واحد شرعي، في سلطة واحدة شرعية، وهي السلطة لا يمكن أن تستقيم في ظل تعطيل انتخابات رئيس الجمهورية. تصادف اليوم الذكرى 8 لاستشهاد النائب وليد عيد ونجله خالد، وبعد 8 سنوات تعلق العائلة أمالها على المحكمة الدولية للاقتصاص من المجرمين. تقرير مها ظاهر. مفتاح الاقتصاد والأمن والمال والاستقرار هو معرفة من قتل رفيق الحريري. 8 سنوات مرت من دون وليد عيدو، ذلك السياسي الشجاع الذي لم يخشى ثمن موقف، ردد دائما مقولة من قتل رفيق الحريري بإمكانه قتلي لكن لن أتراجع. حمل شعلة الحقيقة والعدالة ومشى، لم تنطفئ الشعلة مع وليد عيدو ونجله خالد الذي شاء القدر أن يكون برفقة والده في ذلك اليوم المشؤوم. بعد 8 سنوات لا تزال الحقيقة والعدالة مطلب العائلة. وقت تخلص المحكمة الدولية ويطلع حكم مظبوط وينجابوا اللي عملوا كل هالعمليات الاغتيال على العدالة، يعني العدالة تاخذ مجراها، قبل هيك ما بيبرد قلبنا. يعني رهان على المحكمة الدولية؟ طبعا، لأنه بغير طريقة كيف بدنا نجيب حقنا؟ نحن مش من الناس اللي منجيب حقنا بإيدنا، أو إذا عرفنا مين اللي عملها منروح لعنده منقوصه أو منفجره مثل ما فجر لي بي وخيي. في ظل الوضع القائم يفتقد لبنان وليد عيدو بمواقفه الشجاعة ورأيه الحر. لو كان بيننا اليوم لما تردد في الوقوف في وجه المعطلين وفي وجه المدافعين عن قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعن المشاركين في قتل الشعب السوري. أنا مؤكد لو وليد عيدو كان بعده عايش كنا ما عم نشوفه، كنا أكيد مش هنشوفه بالبيت، لأنه كلكم تعرفوا وليد عيدو قد ايه كان رأس حربة. ايه، يعني كان بده يضله راكد من مال لمال ليشوف الأوضاع مع فلان مع عيلتين، ليجرب يصلح بين هالملة والتانية، ليجرب يروح يوفق بين هول وبين هول، ليحكي الكلمة الحقيقة، ليحكي الكلمة العادلة. أكيد هلأ كان غرقان لفوق راسه، يعني لأنه البلد كله غرقان. عائلة وليد عيدو لا تزال تحاول تخطي مصابها، وأما الأحفاد سيتخطون يوما معرفة وليد عيدو الصورة إلى وليد عيدو صاحب المواقف التي سيفتخرون بها كما لبنان. الهدنه مشتاقين له كتير وإن شاء الله يضلوا عم يتطلع علينا من فوق ويهتم فينا لحتى نضل بقوتنا نقدر نقوى على كل اللي بنمرق فيه. شب مساء أمس حريق كبير في معمل للإسفنج في منطقة الأوزاع، وقد هرعت سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى المكان وعملت على إخماده خوفا من امتداده إلى المباني المجاورة، لسيما مع بلوغ النيران مبنيين مجاورين للمبنى المحترق، كما وعملت العناصر على إخلاء المباني السكنية المحيطة. وفي النشرة بعد الفصل، صفقة تبادل أسرى وقتل بين إيران وكتائب الجبهة الجنوبية. أهلا بكم من جديد. في سوريا تمكن الثوار من إسقاط طائرة حربية من نوع ميك تابعة لنظام الأسد في محيط بلدة أم البري في درعا، وذلك عبر صاروخ حراري، في وقت تستمر لليوم الثالث على التوالي معركة سحق الطغاة التي تهدف إلى تحرير مطار الثعلى العسكري وقرية الدارة. وأشار ناشطون إلى خسائر مادية وبشرية لقوات النظام داخل المطار. يا رب يا رب يا رب يا رب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.
بسم الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بثت فرقة عمود حوران العاملة في درعا شريطا عن تبادل أسرى بين الثوار والميليشيات الإيرانية، وشملت صفقة التبادل تسليم جثث 65 عنصرا من قتلى الحرس الثوري والميليشيات الأفغانية والباكستانية الذين سقطوا في أثناء معارك بصرى الحرير واللجات في مقابل إطلاق 24 أسيرا. وأعلنت السلطات الإيرانية تخصيص مقبرة لهؤلاء القتلى في قم جنوبي طهران، كما أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا أعلن فيه عن إقامة حفل تكريم لخمسة من كبار قيادات فيلق القدس المختص بالعمليات الخارجية والذين قتلوا في أثناء تلك المعارك. في اليمن، أفادت مصادر المقاومة الشعبية في الضالع بأن عشرات من ميليشيات الحوثي وصالح استسلموا وكان بحوزتهم أسلحة وعتاد عسكري. وفي منطقة الجدعان بمأرب، استكملت المقاومة الشعبية سيطرتها على موقع الدش واستولت على أسلحة من المتمردين. ونفى المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد عسيري الأنباء عن استهداف طيران التحالف لأحياء صنعاء القديمة، مرجحا انفجار مستودع أسلحة تابعا للحوثي. في العراق، اشتبكت قوات البشمركة الكردية مع ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة ديالى، ونقلت رويترز عن مسؤول في الشرطة أن خمسة مقاتلين قتلوا بعد اشتباكات اندلعت حين كان الأكراد يعملون على حفر خندق للفصل بين بلدتي جلولة والسعيدية في ديالى، الأمر الذي أثار غضب الميليشيات الشيعية التي تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات في بعض المناطق. أكدت الخارجية التونسية قيام عناصر تابعة لأحدى الكتائب المسلحة الليبية بطرابلس باقتحام مقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس واختطاف 10 من موظفي البعثة. وقالت مصادر تونسية إن العملية نفذها مسلحون من ميليشيا فجر ليبيا للضغط على الحكومة التونسية من أجل الإفراج عن وليد القيلب المعتقل في تونس. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيران تدعم حركة طالبان الأفغانية ماليا وعسكريا وتقوم بتدريب مقاتلي الحركة وبتسليحهم. وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، أكد مسؤولون أفغان وغربيون أن إيران زادت بهدوء من إمداداتها من الأسلحة والذخيرة والتمويل لحركة طالبان، وهي تجند وتدرب الآن مقاتليها، وما يشكل تهديدا جديدا للوضع الأمني الهش في أفغانستان. ونقلت الصحيفة عن قائد في الحركة يدعى عبد الله تأكيده أنه يراجع الإيرانيين كل ما يحتاج إلى السلاح والذخيرة، وأنهم يدفعون له راتبه شهريا ومقداره 580 دولارا. ونصل في ختام هذه النشرة إلى إعادة عناوينها. الحادث حادث كان فردي، وسأعالجه بالسياسة باتصالاتي المحلية والإقليمية. الشيخ نعيم حسن يدعو في الاجتماع المذهبي الدرزي إلى تحمل المسؤوليات التاريخية، وجملات يؤكد أن حادثة قلب لوزة فردية وسيعالجها بالاتصالات. قاتلان في وادي خالد برصاص كتائب الأسد. الفصائل الجنوبية تواصل هجومها على مطار الثعلة، وطائرات النظام تغير بعنف على محيطه. إلى هنا تنتهي نشرتنا الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. بأي حق، بأي شريعة، بأي دين، بأي دولة يا سيد حسن؟